كان خلينا نشوف الاول راي الناس، لان احنا نزلنا الشارع وسالنا الناس عشان نشوف رايهم في اهميه وجبه الفطار، بيفطروا ولا لا، بيفطروا الساعه كام، ايه الاصناف اللي بتبقى موجوده على السفره في الفطار. خلونا نعرف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتوره هبه. تعرف ان وجبه الافطار بتوفر لك من 20 ل 25% تقريبا من طاقتك اليوميه، وانها لازم تكون بتحتوي على العناصر الغذائيه المتنوعه علشان تعزز صحتك وتحميك من الامراض والفيروسات؟ تعالوا نشوف راي الناس ايه في وجبه الافطار، وبيفطروا في البيت ولا في الشغل، وتقريبا الساعه كام. قول لي ميعاد فطارك الساعه كام في اليوم؟ بتفطر في البيت ولا في الشغل؟ لا في الشغل الساعه 11. يعني على حسب، يعني قبل الكليه وكده بيبقى الصبح اول ما بصحى الساعه 8 كده، وبيبقى في البيت عادي. يعني لا احنا بنفطر غالبا في الشغل، وميعاد فطارنا بيبقى دايما من الساعه 8 كده لغايه الساعه 9. لا هو ساعات كتير قوي بيبقى في الشغل مش في البيت. بفطر في الشغل كل يوم بطبيعه الشغل يعني، وان شاء الله كده انا بفطر يعني من حدود من 10 ل 10 ونص كل يوم. لا بفطر في الشغل حوالي الساعه 9 ونص كده. بحاول اصحى بدري شويه وافطر، وساعات لو مستعجله بقى بنزل. والله على حسب، يعني لو عندي شغل ومستعجل بنزل افطر في الشارع، لو مش مستعجل وقاعد في البيت بفطر في البيت. بالنسبه لك وجبه الفطار ولا الغداء ولا العشاء الافضل؟ لا الفطار اهم عندنا، لان الغداء انا ما بلحقهاش اصلا. الاهم هي الغداء، والفطار مهم بصراحه، لان لما بنزل من غير فطار او لما بقعد فترات من غير ما اكل بس مش قادره، لا يعني فالفطار والغداء مهمين، اهم من العشاء. اكيد الفطار طبعا، يعني ده اللي بيسندك بقيه اليوم كله. الفطار بالنسبه لي ممكن افطر وما اكلش بقيه اليوم خالص. اهم وجبه وجبه الغداء، لانها حاله التواصل من بدايه اليوم ونهايه اليوم. اهم وجبه الفطار، لان الفطار هو يعني لما بتفطري كويس بيقعد معاك طول اليوم. ايه الوجبه المفضله بالنسبه لك في الفطار، او ايه الفطار المناسب ليك؟ هو اكيد الاكل الشعبيه المعتادين عليها، يعني الفول والطعميه البطاطس. فول والطعميه والبطاطس البتنجان، الحاجات دي احلى حاجه اصلا. اهم حاجه البيض ممكن، اللبن ممكن، عيش خفيف كده، اي حاجه خفيفه. مثلا بيض او فول او جبنه، بس يعني الحاجات اللي هي المصريين بيفطروها، ما باكلش حاجات تانية خالص يعني.